مؤخرا صدر تقرير عن المؤسسة يتحدث عن التبني القسري الذي تمارسه روسيا، إنها تخطف الأطفال الأوكرانيين ثم تجعل الأسر الروسية تتبناهم. فهل كيف رصدتم هذا؟ البند الرابع من اتفاقية جنيف يحظر إخراج الأطفال من الأراضي المحتلة. على الرغم من هذا، روسيا تواصل الترحيل القسري للأطفال الأيتام من قبل الحرب والأطفال الذين يتموا بعد اندلاع الحرب. في مايو من هذا العام، رئيس بوتين وقع مرسوما بموجبه تم تبسيط عملية الحصول على الجنسية الروسية لهؤلاء الأطفال القادمين من أوكرانيا. كيف يحددون أماكن الأطفال اليتامى الأوكرانيين، وكيف يأخذونهم من عائلاتهم أو من دور الأيتام؟ أولاً، في أوكرانيا توجد مؤسسات للأطفال الذين فقدوا والديهم وهم في الأراضي المحتلة، والسلطات الأوكرانية لم يكن لديهم الوقت لإجلائهم أو لم يتمكنوا من ذلك لأن الروس لم يسمحوا بإجلاء الناس. وليس فقط هذه المؤسسات، هذه هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية قصة كيرا أبينسكايا، هي فتاة من ماريوبول قتل والدها أثناء اقتحام المدينة من قبل الجيش الروسي، ومع أشخاص آخرين تم ترحيلها قسرا إلى أراضي الاتحاد الروسي كجزء من مهام الجيش الروسي.